فاطمة قبل ترحب كريستيانو لازم يسمع صوتهم لازم يسمع صوتهم كريستيانو. تفضلي فاطمة. Welcome. Thank you. Hello, Ronaldo. Hello. Welcome to your new home. And how does it feel to finally be here? Allah. Welcome, Cristiano. Thank you. يبي يتكلم معكم، عطوه فرصة. حاب يتكلم معكم كريستيانو، نسمع مع بعض؟ يلا نسمع مع بعض، هنرجع نحييك كمان مرة ثانية، يلا فاطمة. كريستيانو، tell us how does it feel to finally be here? Well, for me it's a pleasure to be here. It's an honor. I feel yesterday the welcome that they give to me, to my family. And of course, I will give my best for this club, Al Nassr. Thank you, everybody. وش رأيك بالأصفر علي تركي ليك با؟ جميل. وش رأيكم بالأصفر على كريستيانو؟ كلام كبير. They're saying Cristiano yellow really suits you well. Cristiano, now that you're finally here, tell us what do you hope to achieve in Saudi Arabia? Well, what I expect to achieve is to make people happy, to enjoy myself, to help the country to be better and better and better. Not only a football men's, but always the feminine football, which is the people don't know. I know the league is competitive. People, they don't know that, but the league is very competitive. And I want to make people happy. This is my goal. Amazing. Cristiano جالس يقول على الفريق النسائي والبراعم. تركي, وانت تترحب فيهم. احنا بس نكون مع بعض علشان بس اليوم ناخذ بعض التفاصيل من كريستيانو رونالدو. طيب نرحب مع بعض. والله ما الومكم, والله ما الومكم. نرحب مع بعض مع ابطالنا, مع كريستيانو. نكون مع بعض ابطالنا, جمهور النصر, جمهور العالمي. استاذنكم بس تسمحوا لي مع بعض. خلونا نرحب سيداتي سادتي ببعض افراد فريق النصر للسيدات ولاعبي فريق الشباب ومجموعة من براعم النادي من أجل أخذ صورة تذكارية مع كريستيانو رونالدو. حياكم الله, تفضلوا. We are pleased, ladies and gentlemen, to welcome another women's and youth to pose for a memorable photo with Cristiano. Please join us. يلا نحييهم مع بعض. Thank you.
Wonderful. كانت هذه صورة تذكارية لسيدات النصر، فريق سيدات النصر، وكمان براعة من النصر، وكمان شباب النصر، وقبلها التقاء النجم بنجوم فريق النصر. أتوقع صار. نرحب مع بعض، نرحب مع بعض. أتوقع بنرحب بعد شوية تنتهي. كريستيانو بليز. كريستيانو راح يوقع الكور ويضرب 7 كور اليوم في الملعب. المفروض زودناها خاطر. خلينا تنتهي. المفروض بعد الشكوى لله. هذه كورة مقدمة من اللاعب كريستيانو. عدد 7 بلا شك ان الجمهور يستحق هذه الفرحه اليوم. كريستيانو رونالدو هو اضافه كبيره بلا شك لدورينا، اضافه كبيره، وهو يلعب الواحد من اعرق الانديه في دورينا بلا شك. النصر الكبير، النصر الكبير.
and congratulations to all those who got the balls. It's good, right? Yes, it was amazing kicks. Now, ladies and gentlemen, we are pleased to welcome on the pitch Cristiano's family. نرحب مع بعض بعائلة كريستيانو رونالدو. تحية لعائلة كريستيانو رونالدو. أهلا بكريستيانو رونالدو وعائلته في الوطن العظيم المملكة العربية السعودية. أهلا بكريستيانو رونالدو وعائلته في مرسول بار حيث مقر النصر الكبير. Welcome to Saudi Arabia, Georgina Rodriguez, Cristiano Jr., Mateo, Ava, Alana, and baby Bella. Welcome to Saudi Arabia. Hi. Welcome to Saudi Arabia. أهلا بعائلة كريستيانو رونالدو في المملكة العربية السعودية. هذا التكريم الذي يليق بنجم كبير يستاهلون التحية بلا شك. Now we have the نسمع كريستيانو نسمع. I have the opportunity to say me and my family, we want to say thank you all of you for this support, for your welcome, and we're gonna give our best. Thank you everybody. Cristiano, any last words? Huh? The last word I forget already, but what I'm gonna say is أنا عالمي. أقول لكم أنا عالمي. ما سمعتم؟ Again, excuse me. نسمع مع بعض. أنا عالمي. أنا عالمي. Thank you. أقول لكم أنا عالمي. Thank you so much. Thank you, Cristiano. الآن. والله من قبل